هقول لحضراتكم على الموقف عشان نفتكر بالمواقف وليس بالكلام، بالمواقف وليس بالكلام. في 2014 نادي الزمالك، ده آخر دوري خده نادي الزمالك بالمناسبة. نادي الزمالك خد الدوري، خد الدوري إزاي؟ خلينا نتذكر كده إيه اللي حصل. يمكن في البعض من اللي بيتفرج على البيت الكبير دلوقتي مش فاكر الموضوع، ولكن محمد يوسف، كابتن محمد يوسف المدير الفني لسموحة وقتها في 2014، اللي هو بقى كان قبلها بسنة ولا بسنتين واخد بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي كمدير فني، عمل إيه كابتن محمد يوسف؟ تعادل مع النادي الأهلي وبالتالي في القاهرة، وبالتالي فاز نادي الزمالك بالدوري من غير ما يلعب مباراته الأخيرة، كانت أمام طلائع الجيش تاني يوم. فالنادي الأهلي لما تعادل مع سموحة اللي كان مديرها الفني محمد يوسف، أكتر من أكتر الناس اللي بتحب النادي الأهلي وبتعشق تراب النادي الأهلي وكل حاجة بيحبها اسمها النادي الأهلي محمد يوسف، قضى على أمال النادي الأهلي في أنه هو ينافس على الدوري، وأهدى الدوري لنادي الزمالك. مش أهدى الدوري لنادي الزمالك، مش أهدى الدوري لنادي الزمالك، ولكن هو عايز يكسب النادي الأهلي، عايز يكسب النادي الأهلي، فتعادل. فالنادي الزمالك، أنا حتى أتذكر الاحتفالات اللي حصلت بعد المباراة، بعد مباراة، بعد ما تعادل النادي الأهلي مع سموحة، الاحتفالات اللي حصلت من لعيبة الزمالك قبل المباراة بتاعتهم مع طلائع الجيش، نزلوا البسين ونطوا وعملوا القصص دي كلها. حقهم طبعا، أنا مش قصدي حاجة، ولكن أنا بقول الواحد بيتذكر المواقف، المواقف الرائعة. هل جمهور النادي الأهلي زعل من محمد يوسف مثلا؟ ما حصلش. جمهور النادي الأهلي احترم محمد يوسف زيادة، لأن محمد يوسف اتعلم كده جوه النادي الأهلي، اتعلم إن أكل عيشه إن أنا أموت نفسي عشان فريق اللي أنا ماسكه. هو ده الاحترام، هي دي المبادئ، هي دي الأخلاق اللي بنتكلم عنها. مش حضرتك طالع ترمي كلمتين علشان يمشي وراها شوية ناس لسه مش عارفة تفكر. حضراتكم ارجعوا للتاريخ، ارجعوا للمواقف المسجلة في الاتحاد. أنا مش بقول الكلام ده كلام أنا بقوله وخلاص، لا، حضرتك ارجع للتاريخ وشوف الكلام اللي بيتقال إيه. لكن حضرتك تقول لي لمجرد ان محمد عبد الجليل المدير الفني لمصر المقاصه طلع قال ان انا هقول لعيبتي حافظوا على النادي الاهلي، لان اخر مباراه هيلعبها لعيبه النادي الاهلي اللي هي هتبقى يوم 11 ان شاء الله، اخر مباراه وبعدها نهائي دوري الابطال، على اساس ان النادي الاهلي بيلعب في بطوله افريقيه وممثل مصر الوحيد في البطوله الافريقيه وفي مهمه وطنيه قوميه كبيره جدا ان شاء الله ربنا يكرمنا وناخد هذه البطوله. ولكن اعداء النجاح واعداء الاستقرار دايما بيحاولوا يحطوا السم في العسل، السم في العسل، طالعين يتكلموا على السوشيال ميديا وفي بعض البرامج، برامج من لا يشجع النادي الاهلي بيتكلموا بهذا الشكل. هو النادي الاهلي محتاج ان هو ثلاث نقط، محتاج الثلاث نقط طبعا، ولكن هل هو محتاج تفويت نادي مصر المقاصة زي ما البعض بيقول؟ هل النادي الأهلي محتاج مساعدة من حد؟ ولو عايزني أتكلم في الكلام ده أنا ممكن أتكلم مع حضرتك، لكن أنا لما باجي أتكلم معاك بكلمك بشكل أو تصريحات اتقالت، مش أنا بقول كلام من خيالي وبطلع أقوله، لا، ولكن أنا بقول بناء على تصريحات اتقالت. كابتن أسامة نبيه المدير أو المدرب العام لنادي الزمالك الحالي طلع في وقت أعتقد من سنة أو من أقل شوية واتكلم، قال إنه في أحد البرامج اتكلم وقال إيه؟ قال أنا كنت بلعب في المحلة في ذلك الوقت، ويعني كنت بحب نادي الزمالك جدا، فعشان كنت بحب نادي الزمالك جدا تعمدت إن أنا أهدر فرص عشان نادي الزمالك يكسب. ونادي المحلة طلع بيان، لو حضراتكم فاكرين القصة دي. بعد كده قدم اعتذار وقال ان هو ما كانش قصده والكلام ده كله، طبعا اكيد يعني ما كان يعني، ولكن لما تيجي تتكلم في هذا الموضوع لا، احنا عندنا حقائق كثيره جدا، وبالمناسبه مش احنا اللي بنقولها، وبالمناسبه مش احنا اللي بنتكلم فيها، ده حضرتك او يعني بعض من لا يشجع النادي الاهلي هم دايما اللي بيتكلموا في هذا الامر. يعني انا ما قلتش التصريح ده، ولا انا عملت فيلم في خيالي وطلعت قلته للناس على الشاشه، لا، أنا الكلام ده أنا ما كنتش طبعا هتكلم في مثل هذا الأمر، لكن لما لقيت الموضوع ماشي في الاتجاه ده، وده طالع يتكلم، وده طالع يقول، وده طالع يعمل، لا، ما يصحش، عيب. الكلام ده يا جماعة عيب، حضراتكم بتمسوا سمعة ناس،